عليكم، معكم كلثوم دغري حسني من مصحة فرح، موظفة في القسم الإداري. بالنسبة لهذه القافلة الطبية داس الحمد لله في أحسن الأجواء وداس كل شيء مزيان، استفدوا منها الناس بزاف. بالنسبة للمتسان اللي دازوا عندنا كان طب العيون وجراحة العيون، كان طب النساء والتوليد، كانت عندنا الطبيب ديال الجهاز الهضمي، وكان طبيب اختصاصي في مسالك البولية، وكان عندنا حتى الطب العام. ودازوا تقريبا شي 40 وليد في داروا الختانة، الحمد لله كل شيء داز على ما يرام، كل شيء داز مزيان. هذا الشيء اللي كاين، أول مبادرة كانت من هذه الجمعية، بعد أنا أول مرة كنحضر بحال هذه المبادرات في حد السوالم. صراحة دازت مزيانة وداز كل شيء مزيان، استفدوا بزاف ديال الناس بزاف، وكاين اللي عنده شي مرض وما كانش عارفه وتكتشف عندنا الحمد لله. وغادي نديروا لهم واحد العملية جراحية ان شاء الله، كل شيء غادي يدوز ان شاء الله، كل شيء على خير وبخير، وكل جديد غنبلغكم به ان شاء الله. ديالي زينب العلاوي، فاعلة جمعوية بجمعية الإسعاف المغربي اللي صدر حال الشاطئ. اليوم الدور ديالنا جينا نتعاونوا مع جمعية الحمد اللي كتواجد في حد السوالم. حنا دابا كنتواجدوا في الكلينيك ديال الفرح. حنا الدور ديالنا تنظيم وكنساعدوا الناس في الإسعاف والإنقاذ، وكنشكر جمعية الحمد. السلام عليكم. تتمة القافلة اللي دايرها جمعية الحمد وداخل برنامج القافلة كاين يوم إسعافات الأولية أو دورة تكوينية حول الإسعافات الأولية اللي كانت من نصيب تلاميذ مؤسسة تعليمية بحد سوالم. نتمنوا من الله أنه يكون فيها الخير وهاد الوليدات هادو يستافدوا من هاد الدورة، وبإذن الله عز وجل يكون القادم أجمل بإذن الله. كانت الاختيار ديال مؤسسات حد سوالم موازاة الأنشطة اللي كيقوم بها السيد المدير المؤسسة، يعني كاين مجموعة ديال الأنشطة اللي يستافدوا منها وليدات ديال هاد المؤسسة. قلنا لما لا انهم يكونوا داخل يعني البرنامج اللي يديره السي سعيد مدير مؤسسة، انه يكون يعني كهدية لهاد الوليدات، وتكون الدورة من نصيب هاد الوليدات هذو، لان صراحة المدير ديال المؤسسة قيم بواحد المجهود جبار مع هاد الوليدات. نتمنوا من الله عز وجل ان يفيدهم هاد الدورة هذه ويستفدوا منها الوليدات، والقادم أجمل بإذن الله عز وجل. تحية لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لجمعية الحمد التي ما فتئت أن تقوم بمجموعة من الأنشطة داخل مؤسسة حد السوالم، ومن بين هذه الأنشطة هي النشاط ديال الإسعافات الأولية اللي مخصصة لتلاميذ المستوى السادس، بحكم أنهم تلاميذ كبار ولو تعرفوا يقوموا بمجموعة من الأعمال. مشكورة جمعية الحمد على مثل هذه الأنشطة، وكنتمنى الاستمرارية والتواصل، وكنشكر أيضا جمعية الآباء اللي كان عندها واحد الدور كبير من أجل التواصل، من أجل القيام بهذا النشاط. أيضا أشكر الأطر التربوية التي سهرت على هذه النشاط، وكل من ساهم من بعيد أو من قريب، شكرا جزيلا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. أودي علي فاعل جمعوي، عضو شرفي في جمعية الحمد الأعمال الخيرية. درنا قافلة ونجحت إن شاء الله، وغدا في هذا اليوم الرابع فيها، ودازت مزيانة الحمد لله. السكان كلهم استفدوا من الطب ديال العينين وديال البروستات ديال الأطفال، هذا الحمد لله كل شيء دازك شي بخير وعلى خير. وكنشكر جميع أعضاء الجمعية وجميع اللي ساهموا في الجمعية، من ضمنهم جمعية الإسعاف لسيدي رحال كنشكرها بزاف، وكلينيك فرح اللي قدم لنا يد المساعدة، و
بجميع الماتيريال ديالو هذا، الدكتورة ليلى، الأخت كلثوم حتى هي، هذا السي العلوي، الحمد لله دوزوا داكشي مزيان وباقين غاديين معانا، ومازال القافلة مازال غادا حتى لو 18 إن شاء الله، وكنتمنوها تكمل بخير وعلى خير، والحمد لله الحمد لله. وكنشكر جميع اللي ساهم في هذا الأداء بالخير، جميع اللي ساهم بشي حاجة ديال هذا ولو معنويين هذا كنشكرو وشكرا. باش يوصلكم جديد ديال اسفي الآن، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.